مرحبا أخي. أهلي مراد. قلت له لسليمان إنه بدك تشوفني. إيه؟ صاير شي؟ قلي كيف حاسس حالك هلأ؟ أحسن؟ إيه منيح، يعني مثل مو شايف. بكرة بدي جيب معي ضيف على البيت، شو رأيك؟ أوكي مثل ما بدك. ما بدك تعرف مين الضيف اللي رح يجي؟ مين؟ إيلين. إيلين مين؟ إيلين. أحمد أحمد، لك شبك أنت؟ مليت قد ما ركضت وراك اليوم، نقطع نفسي بسببك. هاي لا تأخذيني، كنت شاري وماني حاسس إني مسرح. شو رح تعمل إذا أنت لحالك؟ برأيي ما تجازف. أنا مستحيل أتركها معهم لو شو ما صار، حتى لو كنت لحالي. شو استفدنا؟ منكون بواحد منصير باثنين، ليش ما منروح منخبر الشرطة؟ لا بركي يعملوا لك شي. لو شو ما بدون يعملوا فيني مو فارقة معي، بس إذا بيلمسوا شعرة من شعراتها أنا ما فيني أعيش. لك انت شو عم تعمل؟ عم بلعب كونكان؟ ليش خطفتني فين؟ شو بدك منا؟ انت اللي شو بدك منا مو انا. هيك لكان تجاوزت حدودكن. ها ليك هلأ بتترك البنت بحالها ولا شو؟ كون عملت اللي علي. لا يا هيك عن جد خوفتني، موتتني من الرعبة. طلعوا وقف شعر ايدي من الخوف. مين مفكر حالك يا غبي لحتى تجي تحكي معي هون وعم تنهي وتأمر؟ ولا لك عارفان مين عم تهدد؟ أهم لك ترك لاني فين. لا تكون نسيت مين بجبلنا أخبارهم. جاي بكل وقاحة عم بتهددني ولا مو أنت اللي خبرتنا وين متخبي أحمد هديك المرة؟ إذا صار وانكشف هالموضوع الكلاب والأحمد، تعرف شو بساوي فيك وقتها؟ هنا لا من وشي، لا تطلع لي خلي أكتر وإلا بشيل عيونك أخي غسان. اسمعيني بالأول، إذا خبرت الشرطة بتكون عم تخاطري بحياة بنتك. خالد استني لو سمحتي، صدقوني بس طولوا بالكم.
اوعد مني رح ترجع لكم بخير وسلامة لو شو ما صار. لا تحكوا لحدا عن اللي صار. بس انا واهم شيء الشرطة. جميلة بدك شي؟ أنا رايحة ما بطول. لوين رايحة؟ عندي شغل. أمي بدي شقة على علي. ليش بتعرفي مكانه بالأول لحتى تروحي لعنده؟ لا تكوني ما بدك تدليني. شو بدك فيه هلأ؟ بدي أقول له بنتك انخطفت ارتحتي هلأ؟ بيضل أبوه ولازم يعرف. أمي ما سمعتي شو قالنا هداك الشاب؟ إذا منحكي حياة نيفين بتصير بخطر. شو يعني بدنا نخبي على أبوها كمان؟ ها؟ قليلي وين قاعد؟ يلا. أمك شاي؟ شو مطلعها من الصباح؟ صباح الخير أمي. صباح الخير مرت عمي. لوين رايحة من الصباح؟ بدي أشوف علي. ما رجع البيت؟ لا ما رجع، بس ألف الحمد لله عرفنا وين قاعد هلا. وطبعا الفضل بيرجع إلك بهالشي يا مرضي. وين كان؟ ربيت رفيقه الصياد، ما مدري هيك شي، والله ما عم بتذكر بالضبط، ساكن معه هنيك، هيك خبروني. ارتاح، اصحك تحرك حالك مشان حدا، بعدين تتعب نفسيتك، خليك حاطت مرتك وقاعد. أخ الله يعيني عليكم. منيح اللي قعد عن جميلة وخلصنا. لك ما تاكلوا رح تتأخروا على المدرسة. أنا مدرسة أمي؟ حدا بيطلع بهيك ظرف؟ أنا ما رح روح من غير شي متوتر. وأنا اجتني فين؟ نيف يسلم. شو هاد؟ في شي أمي؟ من المحكمة. تبليغ مشان جلسة الحكم بطلاقنا أنا وأبوكن. كنت مشوش كتير وحاسس بالخوف، ما بعرف شو بدي ساوي، وحيد وأكبر من عمري. قبطان علي. علي أهلين أمي. Met geluk, er is een pas getrouwd stel gekomen en die vonden het huis zo mooi dat ze het gelijk hebben gekocht. Hier is uw geld. Alsjeblieft. Dit is mijn commissie. Dat is van mij. Gaat u het geld niet tellen? Ik heb een vriend uit Iran. Die is net op de gevangenis gekomen. Als het geld niet genoeg is, is het risico voor u. Eigenaars willen weten wanneer het huis leeg kan zijn. Binnen 2 dagen. Langer zal het niet duren. Dank u wel.
ليش معزبة حالك وجاي لهون؟ جبت لك معي شوية أواعي وأدويتك كمان. ماشي، يسلم أمي، هاتي عنك. شبك ابني؟ صاير شي؟ إيه لا لا، ما في. بلا في؟ لا. لوين مروح؟ عندي شغل. ايش رايح تعمل؟ قلت لك عندي شغل. شو جابك لهون؟ قول مرحبا. مرحبا، خير؟ شو بدك؟ انت مو اجيت زرتني؟ وانا هلا حابب ردلك الزيارة تبعك. معناتها لازم ألعك كمان. ما فيك تلاني، انا ماني قاعد ببيتك، نحن بالشارع. صح كلامي؟ بس اذا اجيت على بيتك وقتها قلعني. وليش اجيت؟ اجيت مشان نفس الموضوع. شو بيعرفك بعنوان هذا البيت؟ كنت عم تلحقني؟ انت ما بتهمني بنوب، بس مرة لحقت لنيفين لهون. تركنا من هالحكي، مو وقته هلا. ليك، اذا لسه بدك يعني ساعدك لتخلص نيفين، انا جاهز. شو قلت؟ بس مبارح. ليك، مو مهم شو صار مبارح، خلص انسالي اياها، نحن اولاد اليوم. شو رأيك؟ شرف. بريما خاسيته. Weet je zeker dat je op ons kantoor in Istanbul wil werken? Ja. Dat betekent dat je in Turkije komt wonen. Waarom? Waarom niet? Daar moet toch een reden voor zijn. Ik ga met een Turkse man trouwen. Wauw. Nou, even kijken. Dan hebben we een positie voor jou op ons kantoor in Istanbul. Dan kan je daar komen werken. Dank je wel. Graag gedaan. خليني اعمل لك كاسة شاي. لا ما بدي. امي في بتمك حكي مزبوط؟ لا. في قولي. ليك رح أقلك، بس اصحك تعصب هلا، ما بدي ترجع تنتكس بعيد الشر. ماشي، فهمت، قولي. امبارح بالليل ندق الباب، كان في اثنين، شاب وبنت مرتبين، والشاب مبين عليه ابن عيلة أكابر، والبنت حبابة وبعمر نيفين أو أصغر منها. قال لما احكي بقى
كمان رفقات نيفين بالكلية. مشان الله احكي نشفتي لي دمي. بصراحة في مشكلة نيفين. أكيد عملت لها شي مشكلة بالكلية مع هداك الشيوعي صح؟ لا 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 مو هيك. لا يا الله دخيلك. اسمعني شوي، قالوا لنا إنه نيفين انخطفت. مين اللي خطفها؟ وليش؟ ما عرفنا. طيب خبرت الشرطة شيء؟ الشاب اللي إجا نبهنا ما نجيب سيرة لحدا بالمرة ولا حتى نخبر الشرطة عن اللي صار، وقال هو رح يخلصها ويرجعها لعنا. هذا نفس الشيوعي اللي قلعته من البيت مو هيك؟ ليش هو شيوعي؟ كان مبين عليه ابن عالم وناس. الناس مخباية بتيابها، هدول اللي بيخوفوا. شو عم تعمل؟ رح خبر الشرطة. لا دخيلك، افهمني، إذا عرفوا إني قلت لك رح يزعلوا مني كتير. صحيح أنا قلت لك كل شيء، بس لا تخليني اندم. إيه برضاي عليك. طيب خلص أمي، بس خليني أحكي مع جميلة. ماشي. شو هالمصايب هاي؟ أنت رح تروح على الموعد ورسوله جماعته بيجوا وبيجيبوا نيفين لهني. إيه بس سلمون حالي، لازم اتركوها تروح بحالها. وأنا شو بدي أعمل؟ لهلأ ما فهمت، شو شغلتي بالضبط؟ منروح أنا وياك لهونيك وبتلاقي مكان توقف فيه، بتراقب تحركاتها من بعيد بدون ما يشوفوك من قلب السيارة. بس تشوفني مشيت معهم بتيجي وبتاخد نيفين وبترجعها لبيتها. طلعت بحاجة سيارتي مو بحاجتي. كان فيني دبر سيارة. ليك حتى لو أنا ما بطيئك ولا أنت بطيئني، بس أنا متأكد أنك رح تحميها لنيفين ولو على روحك. شو اللي بيأكد لك؟ لأنه أنت كمان بتحبها. أنا رايح هلا، بشوفك بالليل. ماشي. ألو؟ أنا كارولين، آسفة لسه ما قدرت تجيب المصاري لهلأ، عم حاول. وليش اتصلتي؟ اتصلت مشان تعطيني كم يوم كمان ورح تاخد المصاري اللي بدها. لا تخاف. ألو؟ هي أنا معك. أوكي بس كم يوم؟ ها؟ ماشي اتفقنا. بدي اياها تفوت بالشله تبعنا. ايه والله معك حق. روحي هلا بشوفك بعدين. مرحبا. اهلين. مستني حدا شي؟ ايه ناطر ايلين. اليوم ما اجت. طيب بخاطرك. طيب بتحب قلها ما في داعي، بشوفها بعدين.
يلا سلام. شو؟ ما عرفتني؟ بالمرة. شو عامل بحالك؟ ليش ما اجيت بالسيارة؟ مو هيك اتفقنا؟ الموتور أأمن من السيارة، أسرع بكتير، وفيني أتحكم فيه إذا لحقوني. يلا اطلع. مكبر النظارات؟ هدول اللي حبيتهم، بعدين أحلى. يعرفني طلعت مو قليل لسه ما شفت شيء. علي حابب يحكي معك شوي. جميلة، ليش جيت؟ شو بدك؟ سمعت باللي صار بنيفين لهيك جيت. ليش ما خبرت الشرطة؟ ولا لأنه هداك الشيوعي هيك بده؟ أول شي لزام حدودك، بعدين أنت بأنو عين بدك تعلمني شو ساوي؟ ليش واثقة بهداك الواطي؟ ولا بدك إياه لبنتك؟ لا تكبر بالحكي، أنا ماني ناقصتك. راح خبر الشرطة، أحسن ما يقولوا متسترين على شي. روح بقى. تفو يا عيب الشوم يا لطيف، شو انك اناني. يلا رجع على المكان اللي اجيت منه، ويا ريت ما تتدخل بمشاكلنا، فهمت؟ انا راح استنى للصبح، واذا ما رجعت نيفين رايح خبر الشرطه فورا. سكري الباب وراكي مرت عمي. زعلت؟ طالما قالتني مرت عمي معناتها عصبه. خلص امي انتي فوتي، انا رايح. وين بدك تروح؟ مو لمكان. وين راح تضل؟ تعال فوت معي. لا أمي ما بدي فوت، الله يخليكي، رح أقعد بالقهوة، وإذا صار شي تعي خبريني. ماشي يلا فوتي أنت حبيبتي. يلا أمي يلا. أهلا وسهلا. وين نيفين؟ جوات السيارة، اتركوها. فكوا ايديها.
يلا فتحوا عيونها. ما بيصير، تمشي لعندك وهي مغمضة، وشوي شوي لما بتصل لعندك هي بتفك الربطة وبتحمل حالها وبتروح. خليك ضمن الاتفاق لحتى تضل سالمة. ماشي ماشي. سمعتي شو قلنا له؟ لما بتصل لعنده فيك تفكي عيونك، فهمتي ولا لا؟ يلا حاكيها لحتى تيجي باتجاه صوتك. أنا قدامك ميفين. روحي لعنده يلا. امشي دغري. روحي بسرعة. ميفين على مهلك. يلا يلا ما ضل شيء. يلا 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 قربي. ليفي فكي الربطة. بعدك لا تحرك ولا بوصل. الله يلعنكم الله يلعنك. حركة بك ولك. يلا ولا يلا. يا عم ما احترك. يا الله شو بدي اعمل هلا؟ اذا لحقتهم يمكن يشوفوني. يا الله دخيلك ساعدني. شو الأخبار؟ عذبتك البنت شي؟ لا ما سويت شي بالمرة. مسكتوا للعصفور؟ ايه بضربة واحدة جبته بالأرض. هاتوا كيف بدي خلصهم؟ شو؟ ما في كلمة تتفضل حبيبي؟ خذ البس ثيابك. مين اللي أمركم تهجموا على العسكر الأمريكان هذيك المرة؟ جاوبني ولا لا تجنني. لمين تابع أنت؟ احكي بقى.
أعطيني اسمه ولا حيوان قولوا لك قول انطق احكي توفيق خذوا من وشي شقفة كلب لك هون عطلتك لتكوني ناوية تسافري ومحبة قليلي بدك تهربي مني مو هيك يا روحي لا شو هالحكي لا ايه صدقتك واضح فتح عيونك ها اوعك يطير العصافير فهمت حاضر حبيبي عيونك ما بتشوف إلا المصاري يعني ما بتتذكر كيف كنا من زمان كان كل شيء أحلى من هلأ ليش ما نرجع مثل قبل يعني اشتقتي لي كتير 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 Uzaklarda hasretle
إلا ركان Ben ümit dolu bir haber beklerken duydum ki artık beni unutmuşsun. Sen her gün bir başka dala anladım beni sevmedin Cemile لوين الآن على علي كتير بدي روح شوفه بالقهوة وارجع أعطيه هاي الورقة بطريقك يا ورقة شو من المحكمة Bitecek hayat elveda elveda تعبان؟ نيفين أنا كتير مو مشكلة لا تعب حالك أنا كتير كتير Thank you.
لازم نلاقي حل لنهرب منه.